السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كل شيء مزيان. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم جبت لكم المقادير نتاع المادلين. بما انني اليوم بغيت نصاوب المادلين، فقلت غنتشاركوا معاكم. واللي غنحتاجوا فيه 4 نتاع البيضات، جوج علب نتاع دانون، نتاع الموز. انا درت تاع الموز، تطلق واحد الريحه زوينه فيه. بالنسبه للسكر، درت غير كاس نتاع السكر. اللي كتبغي الحلاوه بزاف تزيد كاس اخر. انا السكر ديما كنقص من السكر. عندي هنايا جوج كيسان تاع الزيت، وجوج خناشين تاع الزا الاحمر، واحد فاني. المهم هادو هما المقادير اللي غندير غنحتاجهم. غنسبق البيض، غنطرب البيض والسكر مزيان، عاد غنزيد الزيت نطربهم عاوتاني مزيان، عاد نضيف باقي المقادير. وبالنسبه للالزام ما حطيتش الطحين. المهم 3 د الكيسان تاع الطحين غنخلطهم هما والزا في الاخر، نخليهم حتى الاخر، نديرهم غير بالطراب اليدوي. وهادو غنطربوهم بالطراب الكهربائي على حسب اللي بغات دير. كلشي بالطراب اليدوي ديرهم، ماشي مشكل. المهم خليكم معايا نطرب هاد المقادير ونرجع لكم. المهم هذا هو الخليط ديالي من بعد ما خلطته. دابا غنزيد الطحين، غنزيد الطحين شويه بشويه ونخلط، ونزيد الارزة حتى يتجمع ليا الخليط. المهم انا عندي 3 د الكيسان تاع الطحين. تقدروا نتوما يعني على حسب الخليط ديالكم واش غيهز لكم 3 د الكيسان ولا تزيدوا شويه ولا غتنقصوا. المهم غنخلط، نزيد الطحين ونخلط، وغنكمل نحطهم في الكويطات. انا عندي هاد الكويطات تاع المادلين، ونحطهم في المول، نعمرهم وندخلهم للفران. وانتم معايا، ها هو الخليط ديالي البنات. من بعد ما جمعته القوام ديالو كيجي على هاد الشكل هكا، ماشي تقيل بزاف، ماشي جاري. المهم انا غنعمرهم في هاد المولات وغندخلهم للفران يطيبوا. ايوا البنات، ها هما المادلين ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران. المهم انا درت المقادير جوج المرات، هادوك اللي شاركت معاكم درت هادوك، وخلطت عاوتاني مقادير اخرين باش خرج لي هاد الكميه كامله، حيت عندي فين غنمشي. داكشي علاش درت الكميه كبيره هكا، كيجي التبصيل عامر. الا كنتو غديروهم غير ليكم في الدار لوليداتكم، يكفي انكم ديروا المقادير اللي شاركت معاكم. المهم هادو هما المقادير تاع الكاب كيك، نتمنى ان شاء الله تجربوهم وتردوا عليا الخبر، تخليوا لي التعاليق. واللي ما مشاركاش تشارك بالقناه باش توصل بالجديد ديال الفيديوهات ديالي، وتخليوا لي واحد لايك. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وبالصحه والراحه.